We are like minority people. We are the original people here in this land. This is our land and our fathers and our grandfathers' land. But now we are minority here. We and the Yazidi people and another minorities in Iraq. We don't have weapons. We don't have means to go to the war and to do like another people what they do. If any place there is no law, we cannot live in this place. يجب أن نتأمل. يجب أن نراقب. يجب أن نضع حرسا ماذا يقول في المزمور. يعني إحنا نؤمن إنه تاريخنا في العراق هو منذ أن وجد العراق، يعني نحن من أقدم الشعوب الموجودة في العراق حتى قبل الميلاد، عمرنا أكثر من 7000 سنة. نحن نعود لأصول آرامية اللي هي اليوم حتى الكلدان والآشوريين والسريان اللي إحنا نعتبرهم جميعهم آراميين، طبعا هم ما نعرف إيش يعتبرون نفسهم، لكن نحن نعتبر كل هذه الشعوب هي شعوب آرامية. وأكبر دليل أنه هم يتحدثون اللغة الآرامية اللي هي لغة السيد المسيح، فنحن تاريخنا جدا قديم في هذه المنطقة. احنا نحب هذه اللغة كثير ونقدسها، لأن تقدست بلسان الرب يسوع والعذراء مريم ورسل المسيح. حقيقة الإيمان الأرثوذكسي بكل بساطة هو الإيمان المسيحي الحقيقي، يعني وكل مسيحي هو ممكن أن نقدر أن نعتبره أرثوذكسي، لأن كلمة أرثوذكس يعني الإيمان المستقيم. إحنا في كنائسنا الرسولية، كل الكنائس الرسولية بكل الطوائف يوجد عندنا طقوس، والطقس هي كلمة يونانية تعني الترتيب. يوجد ترتيب ونظام، لأن نؤمن مثل ما مكتوب بالكتاب المقدس أن الله هو إله نظام وترتيب وليس إله تشويش. فمن ضمن الترتيبات أنه إحنا عندنا ثياب خاصة للصلاة، فالمطران عنده ثياب خاصة، والقسيس الكاهن عنده ثياب خاصة، والشمامسة والشماسات عندهم ثياب خاصة. كل واحد عنده ثيابه الخاصة اللي هي مكرسة فقط للقداس للصلاة. فالبارحة أنت شفتي هاي الملابس نلبسها، تختلف الألوان. مثلا أنا البارحة كنت لابس بنفسجي لأن هو لون الحزن، لأن يعتبر البارحة هو أول أيام أسبوع آلام الرب يسوع. أما موضوع